ومعي من العراق الزميل الأستاذ مؤيد اللامي رئيس نقابة الصحفيين العراقيين. أهلا بك أستاذ مؤيد اللامي. أهلا وسهلا. يا أهلا بكم. طبعا كنتم ضيوف الجائزة بمدينة الطنطان والوطية. أسأل الآن الصحفي الزميل، كيف وجدتم الأقاليم الجنوبية بالمملكة؟ شكرا جزيلا، تحية حضرتك والشعب المغربي الشقيق. حقيقة أنا انبهرت كثيرا عندما زرت هذه المناطق طنطان وغيرها، وحتى عندما عدت في الطريق البري شاهدت بأن هناك تطور حقيقي وملموس وكبير ويعبر عن اهتمام الدولة المغربية بهذه المناطق. أنا عدت من منطقة طنطان باتجاه أغادير في السيارة لكون الطيران التوقيت لا يناسب لي، في لكون وجود لدي سفر آخر. شاهدت الطرق الحديثة والجهد المبذول الكبير، العناية المهمة لهذه المناطق، إنما تعبر عن فهم وتفهم القيادة المغربية والدولة المغربية لهذه المناطق باعتبارها واجهة سياحية مهمة للمغرب، وأيضا واجهة ثقافية وواجهة إعلامية. والحمد لله كان المؤتمر ناجحا، وكنا أيضا في سعادة غامرة عندما شاهدنا زملائنا في الأسرة الصحفية المغربية وهم يقدمون جهدا وطنيا كبيرا وخالصا من أجل المغرب، كل المغرب. هذه الزيارة طبعا هي زيارة مد جسور بين الإعلام المغربي والأسرة الإعلامية العربية، وتوجت بتوقيع اتفاقيات شراكة. فأسأل الآن عن فحوى هذه الاتفاقيات وانعكاسها على الإعلام المغربي بشكل عام وإعلام الصحراء المغربية بشكل خاص. أنا وقعت اتفاقية ما بين نقابتنا نقابة الصحفيين العراقيين وما بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقعها الأستاذ عبد الكبير شيشين. بنود الاتفاقية أولا الاتفاق على وحدة الموقف، وأيضا على دورات مشتركة وزيارات مشتركة، أيضا والتعريف أيضا بما موجود. نحن في النقابة سنعرف الشعب العراقي بما موجود في الصحراء المغربية وفي المملكة المغربية وفي الوضع السياحي والثقافي والاجتماعي والوحدة الوطنية المغربية، نعرفها لعموم الشعب العراقي. وهم بالمقابل أيضا نفس الشيء عندما يزورون العراق، وإن شاء الله هناك زيارة لوفد مغربي مهم في نهاية الشهر المقبل إلى بغداد لحضور الاحتفال الوطني بعيد الصحافة العراقية، وسيفعلون ما يشاهدونه في بغداد عندما يعودون إلى المغرب، إلى الرباط، إلى الدار البيضاء، إلى المدن المغربية الأخرى. أيضا هناك تنسيق عالي المستوى في المحافل العربية والدولية. نحن نعتقد بأن النقابة المغربية والنقابة العراقية يستطيعان أن يعرفوا العالم ويضغطوا على بعض الجهات العالمية من أجل مواقف بلدينا، وأيضا من أجل قضايا بلدينا المصيرية، منها الصحراء المغربية ووحدة المغرب وأيضا وحدة العراق ومستقبل العراق. هذه الأشياء كلها يطلع بها الصحفيون أكثر مما يطلع بها غير الصحفيين، لأننا نعرف أن صوت الصحفي يصل إلى أبعد مدى ويتمكن من الولوج إلى قلوب الآخرين وإلى عقولهم. أشكرك جزيل الشكر الزميل الأستاذ مؤيد اللامي، وأنتم رئيس نقابة الصحفيين العراقيين. شكرا شكرا جزيلا.